استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بحضور الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة الفريق الركن محمد علي المقدشي مستشار الرئيس اليمني ممثل اليمن في قوة التحالف العربي. واستعرض سموه مع المسؤول العسكري اليمني أهم التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود التي تبذلها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مكافحتها للجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية وعناصر المخلوع صالح. بدوره أشاد المقدشي بجهود القوات البحرينية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودورها البطولي في عملية إعادة الأمل وتعزيز الشرعية، شاكرا ومقدرا لقوة الواجب البحرينية أدوارها النبيلة في تعزيز السلم والأمن على أرض الجمهورية اليمنية الشقيقة.